أنا قرأت كتاب لفضيلة الداعية الإسلامي الكبير الله يرحمه، فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. كنا جالسين في اجتماع مجمع البعوث الإسلامي، فوقعت عصا كان يتكئ عليها، فتناولتها وقبلتها، وقلت هذه العصا توكأت عليها على المنبر ففيها بركة، وإن كنت أنت لا تعتقد في هذا أنا بعتقد. قال لا، أنت ما قرأتش الكتاب الذي كتبته أخيرا. قلت له ما هو؟ قال الجانب الأخلاقي في الإسلام، حاجة زي كده. وبعدين كاتب في مقدمته، فعلا لقيته، هناك جانب في الإسلام يتنكر له بعض الناس وسيندمون على تجهمهم في لقائه لأنهم في أمس الحاجة إليه، وهو التصوف. والله كتبها في مقدمة كتابه، وهو من هو من كبار الدعاة الإسلاميين رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد أن التصوف نحن في أمس الحاجة إلى ثقافته المعتدلة والوسطية، والتي تأخذ بأيدي الناس إلى مزيد من النوافل، حتى يحظى الإنسان بحب الله كما في الحديث القدسي، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره. هذه الثقافة تتم عن طريق نشرها في مقررات التعليم. وأنا طالب في كلية أصول الدين، وعين الدكتور عبد الحليم عميداً، عبد الحليم محمود عميداً للكلية، يومئذ كان أول من قرر مادة التصوف مادة أساسية ضمن مواد كلية أصول الدين، وما زالت حتى الآن مادة مقررة ضمن مقررات الجامعة، مادة التصوف الإسلامي. وقرر كتاباً اسمه المنقذ من الضلال للإمام أبي حامد الغزالي، كتاب قيم جداً، وكتب له مقدمة توزن بميزان الذهب، مقدمة وصف فيها التصوف وحاجة المريد إلى الشيخ وحاجة المجتمع إلى هذه الثقافة العادلة الفاضلة التي تأخذ بأيدي الناس قدما إلى طريق الله سبحانه وتعالى.